أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من صحيفة الأيام: شبوة بلا سلاح لأول مرة منذ 27 عاما. يمن مونيتور: عناصر ميليشيا الحوثي تجبر المدارس الخاصة على تعليم أبنائهم مجانا. ومن المشاهد نت: الجيش يمنع الجنود من استخدام الهواتف المحمولة في جبهة صرواح. وأخيرا من القدس: هروب 5 سجناء في مدغشقر أثناء انقطاع التيار الكهربائي. أهلا بكم، والبداية نقرأ لكم من صحيفة الأيام عنوان جاء في صفحتها الرئيسية: شبوة بلا سلاح لأول مرة منذ 27 عاما. قالت الصحيفة: خلت مديريات محافظة شبوة من مظاهر السلاح لأول مرة منذ عام 1990، حيث طبقت القوات الأمنية التي تسيطر على المحافظة قرار منع حمل السلاح في الأسبوع الماضي. وطبقا للأيام، فقد جاء المنع عقب أيام من توزيع قوات النخبة منشورات في الشوارع والأسواق العامة ونقاط التفتيش تدعو المواطنين إلى عدم حمل السلاح والتحذير من مخاطره في تهديد السلام والتعايش المجتمعي وفرض الأمن والاستقرار والسكينة العامة. يقول أحد المواطنين للصحيفة: قرار منع السلاح كان قرارا صائبا وجاء في الوقت المناسب، فالسلاح وكثرة انتشاره كان وبالا على شبوة وأبنائها وساعد على انتشار الجريمة والقتل العمد والثأر، وأصبحت محافظة شبوة منكوبة. عناصر ميليشيا الحوثي في صنعاء ماذا يريدون من المدارس الخاصة في المدينة؟ إنهم وفق موقع يمن مونيتور يلزمون المدارس الخاصة بحجز مقاعد مجانية لأبنائهم بدون دفع أي مبالغ مالية كخدمة يصفها الحوثيون بالوطنية. وفي تصريحات مختلفة ليمن مونيتور، شكى عدد من مدراء المدارس الخاصة من فرض مقاعد مجانية لما أطلقت عليه جماعة الحوثي مقاعد لأبناء الشهداء على المدارس الخاصة بأمانة العاصمة. وقال مدير إحدى المدارس الخاصة للموقع: فرض الحوثيون علينا عددا من الطلاب لتدريسهم مجانا، مضيفا: نحن مدارس خاصة، علينا التزامات مالية كبيرة، منها إيجارات المبنى ومستحقات شهرية للمعلمين الذين لجأوا إلى التدريس في المدارس الخاصة بعد انقطاع مرتباتهم الحكومية. يتابع مدير المدرسة: فرض علينا مقاعد مجانية في مدارسنا، أو فرض مقاعد مجانية في مدارسنا يعد عملا غير مقبول ونحن نرفضه، وهذه مزايدة علينا. منوها بأنه أجبر على القبول بعدد من المقاعد لما يطلق عليهم تعليم أبناء الشهداء. وفي زاوية المقالات نقرأ في الشأن المحلي مقالا للكاتب محمد مصطفى العمراني في جريدة السبيل الأردنية بعنوان عن غربة اليمني المحاصر في وطنه. يقول الكاتب: ليس من يعاني من الغربة كمن يقرأ عنها. أقول قولي هذا وقد تجرعت منذ سنوات عجاف أسوأ أنواع الغربة، وهي غربة الروح والفكر في الوطن المحاصر بالحروب والكوارث، حيث أرى بعيني وقد تبدلت الأخوة والإطمئنان بين أبناء الوطن الواحد إلى الحقد والكره والتربص والخوف، وكيف يتداعى التعايش ويتضاءل الشعور بالأمان ويتعاظم الخوف من الواقع المزري والمجهول الغامض. حتى مواقع التواصل الاجتماعي التي كنت أقرأ فيها كل جديد وطريف ومضحك صرت أتحاشى دخولها، فكل ينعى له قريبا وكل يترحم على صديق، حتى صرت أشعر أنني في مقبرة وسرادق عزاء. أتذكر أنني فررت من المستشفى الذي دخلته ذات صباح لا ينسى مكرها بسبب تسمم حاد، وفي السرير المجاور لسريري بقسم الطوارئ مات شاب يعاني من الكوليرا، وفي السرير الآخر كان الآخر ينازع. نحن هنا سجناء في وطننا، حيث لا مطار مفتوح ولا طريق يأخذنا إلى حيث نريد. وحتى إن تمكنت كيمني من السفر والهجرة من وطنه وبشق الأنفس، فسأظل ملاحقاً بتهمة الإرهاب وعرضة للتفتيش والإهانة في المطارات العربية والأجنبية، وكأنني تهمة متنقلة وليس إنسانة. هذا هو الحال للأسف، طالما صارت بلادي مسرحاً للحرب والفوضى والكوليرا. إذن والحال هكذا فلسان حالي، لأن أموت في وطني واقفاً فهذا أشرف لي
بدلا من الموت في مطار عربي أو في منفى أو في ملجأ. ما زلت أحلم وأسيح في أرض الله الفسيحة، ثم أفتح عيني وأرى أنني ما زلت في سجن الكبير، وليس لي إلا الحلم، وليس متاح لي إلا الخيال في ليل كموج البحر أرخى سدوله، وانتظار الفجر والفرج الذي قد يطول انتظاره. يصف موقع الموقع بوست رحلة اليمنيين ومحاولاتهم الوصول إلى أوروبا بأنها رحلة الموت للوصول من عدن إلى ليبيا وبيعهم كرهائن. اختار ما لا يقل عن 100 شاب يمني جلهم من العاصمة المؤقتة عدن مسلك التهريب للوصول إلى أوروبا. يضيف الموقع، دخول أوروبا عبر طرق التهريب لم تكن فكرة رائجة لدى اليمنيين عموما وشباب عدن خصوصا، إلا أنها ومنذ مطلع العام الجاري باتت طريقا مفضلا لعشرات الشباب، واختاروا الخوض فيه دون أي تفكير مسبق بعواقب هذه الخطوة. يضيف الموقع بوست نقلا عن عائدين من ليبيا فشلوا بالوصول إلى أوروبا أنهم تعرضوا لعمليات ابتزاز كبيرة وأجبروا على دفع مبالغ كبيرة للخروج من سجون المهربين في ليبيا. قال العائدون إن المهربين كانوا يبحثون عن اليمنيين ويحتجزونهم ويطلبون من أقاربهم في اليمن دفع فدية مقابل الإفراج عنهم. موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية، تقام منافساتها وسط المباني المدمرة، افتتاح بطولة أكتوبر للكرة الطائرة بعدن. قال الموقع، بدأت عصر الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن بطولة الحارات للكرة الطائرة احتفالا بالذكرى 54 لثورة 14 من أكتوبر، وأقيمت أولى المباريات في حي القطيع من وسط ركام الحرب التي شهدتها المدينة، وتشارك في البطولة التي نظمها ملتقى شباب صيرة 8 فرق رياضية من مديرية صيرة. وفي مباراة الافتتاح خطف فريق العيدروس أول انتصار له في مباراة الافتتاح على حساب فريق الوحش، وانتهت بثلاثة أشواط مقابل شوطين وسط حضور جماهيري كبير. وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة فهمي عبد الرب في تصريحات صحفية أن إقامة الفعالية الرياضية إلى جوار المباني المدمرة بفعل الحرب الأخيرة رسالة بأن المدينة تنهض من مأساتها، وأضاف إن الصورة التي تظهر بها المدينة تجسد وضعها بعد 54 عاما على اندلاع ثورة أكتوبر المجيدة وإصرار أبنائها للاحتفال بها في أي مكان وأي وضع كان. عدياليت عدن مسير يوم، تحت هذا العنوان كتب محمد عمر مقاله المنشور في صحيفة الأيام مضيفا، لم يكن بوسعي غير تلبية النداء، حتى أنه كان بيني وبينها بحور اجتزت إليها غابة الطفولة والبحار في رحلة استغرقت نحو أسبوعين. ولم يكن في قرية الساحلية والشاطئ الذي ركبت منه سفينة شراعية طائرة حتى أنصت لصوت أبو بكر بالفقيه، يا طائرة طيري لا بندر عدن، زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن. لم أكن أعرف ما هو النوى ولا ما هو الشجن، لكني حتما أعرف عدن، أقصد سمعت عنها الكثير وارتبطت بوجداني بأنها الدنيا ولا مدينة سواها. وها هي الآن أمامي، بحرها لا يشبه البحور، سماؤها أجمل سماء، جبالها بركانية، رمالها ذهب، ماؤها عذب، أسواقها فانتازيا تحوي كل بضائع العالم، ناسها من شرق وغرب وأهلها أطيب بشر. أما حين يغنون فغناؤهم كل العجب، وإذا أردت أن تكتشف المدن فعليك بفنونها، ثقافتها، آدابها، أشعارها، أغانيها، رقصاتها، فنونها المعمارية، تاريخها، أدبائها وفنانيها. كل صباح كان محمد سعد عبد الله يوقظني من نومي على صوته العذوب، صباح الخير من بدري. فيما بعد صار جاري في المشروع السعودي في المعلى. كان صوت بن سعد اللازمة الصباحية من إذاعة عدن، ومعه صوت السيدة أم كلثوم، يا صباح الخير يلي معانا. من تلك الزاوية كنا ندخل إلى صباحات عدن. إلى الصفحة الأولى من أخبار اليوم والتي جاء في عنوانها، التفجيرات تعود لعدن، مقتل إمام مسجد زايد وعبوة ناسفة تستهدف رتلا عسكريا. ولد الشيخ، الزعماء في اليمن يتغنون بالحرب ويرفضون الحلول. وميدانيا، مواجهات عنيفة شمال الصلو والجيش يكسر هجمات الميليشيا.
وعنوان من الميدان أيضا: عملية واسعة للجيش شرق صعدة وغارات تفجر باليستيا وتدمر تعزيزات في البقع وحرض. وفي عنوان بارز ورد في موقع المشاهد نت: الجيش اليمني يمنع استخدام الهواتف المحمولة في جبهة صرواح بمارب. قال الموقع: قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مارب أصدرت قرارا يقضي بمنع حمل واستخدام الهواتف المحمولة للجنود أثناء أداء واجبهم في جبهة صرواح بمارب. قالت مصادر ميدانية إنه بدا جليا ظهور تقصير في أداء الواجب في بعض المواقع من قبل الجنود المرابطين هناك، والتي تحدث بسبب الانشغال باستخدام الهواتف المحمولة والتي تعد من أبرز دوافع إصدار هذا القرار. وقال مسؤول عسكري إن هذا القرار كان مجرد فكرة طرحت للنقاش أمام طاولة كل من قيادة المنطقة العسكرية الثالثة وقيادة جبهة صرواح، لكن الضرورة الملحة لهذا القرار حولته من فكرة إلى واقع ملموس. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أنا أقول أن المرتزقة والعملاء من فئة الإعلاميين أكثر خطراً على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأميين المقاتلين. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد أوردت بأن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كشف أنه بصدد مناقشة اقتراح يتضمن مبادرة إنسانية لإعادة بناء الثقة والخطوات اللازمة لإعادة طرفي النزاع في اليمن إلى طاولة المفاوضات. مشاورات السلام بين الجانبين كما تقول الصحيفة تعثرت منذ أكثر من عام، وعلى خلفية رفضها المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي. وذكر ولد الشيخ في إحاطة بشأن اليمن في الدورة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي أنه سيناقش تفاصيل الاقتراح مع الحكومة اليمنية من جهة والحوثيين وحلفائهم من جهة أخرى، لافتا إلى أن التحالف الأخير التزم بالمشاركة في مناقشة أخرى بشأن تفاصيل الاقتراح. وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن يترجم ذلك الالتزام من قبل الحوثيين وحزب صالح إلى عمل وزيادة المشاورات معهم على أساس تلك المبادرات من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي في اليمن. وأشار إلى أن الأمم المتحدة تستخدم جميع مرافقها السياسية واللوجستية والإدارية الاستشارية لدعم القضية اليمنية، محملا الأطراف المتحاربة المسؤولية عن الفشل. 70% من مقاتلي ميليشيا الحوثي أطفال، هذا ما أكده نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، والذي أضاف كما تقول صحيفة الشرق الأوسط أن الحكومة اليمنية تحتفظ على ما ورد في أو تتحفظ على ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال من معلومات وأرقام غير دقيقة، وسيستمر الحوار مع الأمم المتحدة للوصول إلى الحقائق الصحيحة. الوزير المخلافي تطرق إلى الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني والعراقيل التي تمارسها في مجال المساعدات الإنسانية من خلال احتجاز ونهب المساعدات واعتقال العاملين في المجال الإنساني، مشيرا إلى أن الميليشيات تسعى إلى تسويق الوضع الإنساني بهدف فرض الواقع الانقلابي. وأكد المخلافي أن الحل السياسي في اليمن يبدأ من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار رقم 2216 الكفيل بإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب. في الموقع العربي رصيف 22 تقرير عن مقاهي اليمن ومدى تأثيرها على حياة اليمنيين، وجاء في عنوان الموقع: مقاهي اليمن، من هنا
مرت الملكة إليزابيث وهنا جلس المتطرفون. تتابع الصحيفة في مايو الماضي دهم مسلحون يعتقد أنهم تابعون لميليشيات الحوثي مقهى مونكافي في صنعاء وتهجموا على زبائنه بتهمة الاختلاط. وفي أيلول سبتمبر الماضي أقفل مقهى بن وقشر في صنعاء للأسباب ذاتها تقريبا، كما اعتقل ناشطون في مقاهي شعبية وفق مصادر حقوقية. أدت الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد على خلفية انقلاب مسلح نفذته منذ سبتمبر عام 2014 ميليشيات الحوثي والقوات العسكرية الموالية لصالح إلى انهيار مؤسسات الدولة الهشة أصلا، وأعادت إلى الواجهة سلطة الجماعات المذهبية التي تمارس أخطر أنواع الرقابة. يضيف الموقع عبر تاريخه بدا المقهى أشبه بترمومتر يعكس التحولات المجتمعية وبدرجة الوعي ليس عند الرجال فقط بل وعند النساء أيضا. توقعات مركز ستارت فور للربع الرابع من عام 2017 أعادت نشرها صحيفة الغد، وهي توقعات ركزت على الأزمة الكورية. ويقول تقرير المركز الذي يديره ضباط استخبارات أمريكيون متقاعدون: سوف تتجه الولايات المتحدة إلى الربع الأخير من هذا العام، وهي تواجه واحدا من أعظم التهديدات النووية المباشرة للأرض الأمريكية الرئيسية منذ أزمة الصواريخ الكوبية. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية صعدت كوريا الشمالية تجاربها النووية والباليستية، مما قاد مسؤولي الاستخبارات الأمريكية إلى استنتاج أن بيونغ يانغ ستمتلك صاروخا باليستيا موثوقا عابرا للقارات وقادرا على حمل رأس نووي قبل انتهاء العام المقبل. سوف تسابق واشنطن الزمن للعثور على طرق لوقف تقدم كوريا الشمالية وإعادتها إلى مائدة المفاوضات، ومن المرجح أن تحاول الولايات المتحدة طلب دعم روسيا والصين في هذا المسعى، بينما تراهن على استخدام الضغوط الدبلوماسية والمالية لثني بيونغ يانغ عن اختبار المزيد من الأسلحة، لكن الحصول على مساعدتهما لن يكون سهلاً. وحتى لو ألقت الولايات المتحدة شبكة عقوبات أوسع لتضم الشركات الروسية والصينية التي تتاجر مع كوريا الشمالية أو تقدم لها الخدمات المالية، فإن ذلك لن يضعف تصميم أي من البلدين على حماية استقرار الحكومة في بيونغ يانغ، بينما تدافعان عن سياسة تقوم على الانخراط بدلا من العزلة. لكن المشكلة تكمن هنا، يشكل الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نوعا من العقدة الغردية، مشكلة صعبة الحل يتم حلها بعمل جريء. سوف توافق بيونغ يانغ على التحدث مع واشنطن فقط كنظير، ولن تتوقف عن تطوير أسلحتها حتى تكون كذلك، كما أن بيونغ يانغ مستعدة أيضا للقبول بمزيد من العقوبات، واثقة من أن وجود قواتها في شبه الجزيرة الكورية وقدراتها النووية المزدهرة سوف تحول دون اتخاذ أي عمل عسكري ضدها. ومن الناحية الأخرى طلبت واشنطن بأن تجمد بيونغ يانغ تجاربها للأسلحة النووية قبل خوض المفاوضات. موقع شبكة البي بي سي نقل عن زعيم إقليم كاتالونيا كارلوس بوتش ديمن قوله إن شعبه صوت لصالح الانفصال عن إسبانيا في الاستفتاء الذي أجري مؤخرا، لكنه أعرب عن رغبته في التوصل إلى حل عبر التفاوض مع الحكومة في مدريد. واقترح بوتش ديمن على البرلمان المحلي تعليق العمل بنتيجة الاستفتاء لإفساح المجال أمام الحوار، وذلك بدلا من الانفصال بشكل فوري. وشدد في الوقت نفسه على أن كاتالونيا فازت بالحق في تأسيس دولة مستقلة، وصوت ما يقارب 90% من الذين شاركوا في الاستفتاء الذي أجري يوم 1 أكتوبر لصالح الانفصال. الحكومة الإسبانية رفضت الاستفتاء ووصفته بأنه غير قانوني، وعلقت المحكمة الدستورية العمل به. بوتش ديمون خاطب البرلمان قائلا إن إرادة الشعب هي الانفصال عن مدريد، لكنه يرغب في تقليل حدة التوتر القائم بهذا الشأن. وأدان سلوك الحكومة الإسبانية معترفا بأن كافة الأطراف كانت قلقة بشأن ما سيحدث في المستقبل.
5 سجناء في مدغشقر يستفيدون من انقطاع التيار الكهربائي للفرار، عنوان لصحيفة القدس العربي والتي أضافت في التفاصيل. استفاد 5 سجناء خطرين من انقطاع التيار الكهربائي للهروب من سجن خاضع لحماية مشددة في تسيافاهي وسط مدغشقر بحسب ما كشفت وزارة العدل، حيث يضم سجن تسيافاهي الواقع جنوب العاصمة أكثر من 1000 سجين، علما أن طاقته الاستيعابية لا تتخطى 350 شخصا. وأوضح الناطق باسم الوزارة جيرمي نابولي وكالة فرانس بريس أن الكهرباء لم تكن توفر للسجن سوى 3 ساعات ليلا، توفر 3 ساعات ليلا، واستفاد السجناء من العتمة لحفر نفق والهروب من دون لفت انتباه الحراس. وأضاف أن أحد السجناء هو منقب عن الياقوت الأزرق وماهر في أعمال الحفر. بدأت سيارات تعمل بالطاقة الشمسية من 30 دولة بشتى أنحاء العالم سباقا يقام مرتين سنويا تقطع فيه مسافة 3000 كيلومتر من داروين بشمال أستراليا إلى إديلايد في الجنوب، وهذه هي الدورة 30 في تاريخ السباق. وتتكون الفرق المشاركة في مسابقة التحدي العالمي للطاقة الشمسية من طلاب بنوا سياراتهم بأيديهم. نتابع هذه الصور المنشورة في موقع شبكات البي بي سي. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.